مساء الخير، نحن في المقهى ونعتذر عن الإزعاج لكن سنرد على بعض أشباه الأميين اللي جايين باغيين يفتوا وداخلين بش تعليقات مستفزة. بدل ما يمشوا يشوفوا المهيرات ديالهم فين، في البيتين ولا في الجيين وجا ولا ما جاوش. إذن كل ما نقوله يجسد ويؤكد، وحال هاد الأشباه الأميين فلينظر إلى الجريدة، جريدة التي صدرها راشد نيني، راه جاوب عليكم، راه أعطى الجواب الشافي الكافي. لأن النظام الأساسي لم يتم سحبه، باش تجيو تسحب نظام أساسي هكا تجيو تسحبو اللي دار بمرسوم، راه خصو مرسوم باش يتسحب، أو قانون أو ظاهر شرعي. ما قلناه هو عين الحقيقة. وفي الصباح الباكر درت واحد الفيديو وأهنئ الناس الأساتذة اللي ما خاضوش الإضرار، قلت باش ما ينخرطوش في هذه اللعبة اللي أغلبية مدفقين ما عارفينش شكيل صراعات ديال الكبار وكيمشيو فيها الصغار. هذا الشيء اللي تنقولوه راه هو اللي كاين. النظام الأساسي الجديد بمجرد نشره في الجريدة الرسمية يبقى ساري المفعول إلى حين تعديله أو نسخه أو الهم المهل اللي خاص يكون بمرسوم أو قانون أو ظاهر شرعي. ما دون ذلك فهو قيد التنفيذ والتنزيل والتفعيل. مسألة لا ولا تناقش يا فراقيش، لا تناقش. إذن اللعبة فهمناها ودوزنا الميساج شحال هذا. خلي عليا يعني غير بمجرد تشوف أن وسائل إعلام كبيرة والمؤثرين اللي تهمهم غير عدد المشاهدات والانخراط الى اخره، وحتى النقابات اللي هي مواليه عند الائتلاف الحكومي قد جيت بدا تضرب في اخ النوش ولا في بن موسى الى اخره. هادو اللي خارجين الان تهضروا على النظام الاساسي في كتو 700 الف سنه. هادي كاين اللي ما عارفش كاع باش مخبوزه ولا باش داك جا ورقم حقه ما حقه. التعليم النظام الاساسي غير ترند في وسائل التواصل الاجتماعي في محطات اذاعيه وتلفزيه الى اخره، ويركبوا على الاساتذه. قال لك ما تعوضوش، وجايبين جدول ديال التعويضات التكميليه والتعويضات على المهام اللي هو درت فيه غير المراجعه فقط للفئات اللي كانت اصلا تستافد. ما كاينش شي اعداد شي تعويضات ولا شي حاجه على المهام ولا اضافه الاساتذه. التعويضات ديال الاساتذه اضافه، الاساتذه ما كانوش تيستافدوا اصلا. علاش ما كانوش يحضروا 700000 سنه؟ اما ذاك الجدول اللي جابوه اصلا الاساتذه ما تيستافدوش. اذا ما هو السبب اللي جابوه ودخلوا الاساتذه وداروا زيرو 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 زيرو؟ والانسان اللي كيخدم الكابيصه يخدم عقله شي شويه. تتفاجئوا بعض التعليقات ديال بعض المندسين توابع البنك الالكتروني، وكاينين وحدين جاي تيقول لك نظام العقوبات اجابوا المتعاقدين. هذا ينم على الجهل ديالكم اصلا.
المتعاقدين لا يتبعون الى النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه، غير مرسمين في الوظيفه العموميه ومتابعينش الوظيفه العموميه، فما تيسريش عليهم اصلا النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه، وبالتالي ما يسريش عليهم نظام العقوبات المتضمن في النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه. هذا هو السبب اساسا علاش داروا يعني ضمنوا العقوبات التاديبيه داخل هذا النظام الاساسي. والاساتذه القدام والتي يسري عليهم، درنا ذاك الخطره واحد شرط لي في واحد الفيديو واحد المباشر، ولا عندهم دوبل سيبليس دوبل بينيسيون، والتي يسري عليهم اصلا تيسري عليهم النظام الاساسي نظام العقوبات المتضمن في النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه، والتي يسري عليهم هذا نظام العقوبات المتضمن في النظام الاساسي الجديد. اما اطر الاكاديميات لنفرض لما داروش نظام العقوبات في النظام الاساسي، في حاله المخالفات باش غادي شنو هو النظام العقوبات اللي غادي يطبقوا عليهم؟ هما ما تيسريش عليهم نظام العقوبات ديال الوظيفه العموميه متعاقدين في حاله اللي كانوا داروا مخالفات، ما هو النظام ديال العقوبات اللي غيسري عليهم؟ واش غيسري عليهم ديال النظام ديال الوظيفه العموميه؟ هما ماشي موظفين في الوظيفه العموميه. وحتى في المذكره هذه ديال اللي كانت خرجت احدى المديريات وراك الناس ب 100,000 سنه، راه ملي داروا الجداول الاسميه بالنسبه يعني المتغيبين تغيبا غير مبرر، راه داروا جوج جداول، جدول ديال الاسماء ديال الاطر اللي تابعين للوزاره وبالتالي تابعين للوظيفه العموميه، وجدول ديال اطر الاكاديميات حرفيه، كانهم باقي متعاقدين وباقي هذيك 12 نظام اساسي ساري المفعول، ما داروش حتى النظامي، داروا اطر الاطر الاكاديميات، لائحه بالاسماء المتغيبين لاطر الاكاديميات، ولائحه اسميه للمتغيين لاطر الوزاره. شي بوعيره شي كعريره شي قلب على الهم بحال ديالك في البيت بعدا تريك تمني يلا دور 120.